الدايرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وكمان طلبت الدعوة اللي تقدم بها هاني زادة عضو مجلس الإدارة بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اللي صدر اليوم النهاردة. كمان طلبت الدعوة اللي تقدم بها هاني زادة زي ما قلت لحضراتكم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واللي صدر يوم 29 نوفمبر من العام الماضي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك وإيقاف المجلس المنتخب. طيب لسه مكملين أكيد معاكم هنا أخبارنا المحلية.